وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم. كيف نحفظ اليمين؟ حفظ اليمين يكون ابتداء ووسط وانتهاء، وألا تحلف إلا بالله وانتهى الباب. حفظ اليمين ابتداء ووسط وانتهاء وألا تحلف إلا بالله. يا أخي افهم أحسن مما تكتب. ابتداء بألا تحلف، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعلم الأولاد على تعظيم الله سبحانه وتعالى. ابتداء إذا لا تحلف. وبعض الناس يقول إذا ما حلف على الغداء غدا الشيخ حميدي معناه بخيل، لا بد يحلف. وعند البعض قال حلف وما طلق، يعني لازم يطلق. طيب بدل أن تطعم واحد تطعم 10 مساكين، وهذه المسكينة تضيع الزوجة. الله سبحانه وتعالى يقول واحفظوا أيمانكم. إذن حفظ اليمين ابتداء لا تحلف، مفهوم؟ إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة، على غدا على عشاء تحلف يا رجل اتق الله. وسط إذا حلف يحرص أن يفي باليمين قدر المستطاع، وإن لم يأتي باليمين حفظ اليمين انتهاء. بماذا؟ بإخراج كفارة، فإخراج الكفارة هذا دليل على حفظه لليمين. والرابع يحفظ اليمين بأن لا يحلف إلا بالله. هناك من يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالكعبة، نعم، بالحياة، نعم، بالأمانة، يقول أمانة، برأس الأب، شيبة الأب، تربة الأم، صحيح، ما يمكن. واحفظوا أيمانكم.